في منتصف القرن التاسع عشر وفي قرية صغيرة تابعة للإمبراطورية النمساوية آنذاك، ولد طفل سيحدث لاحقاً ثورة في طريقة فهم البشر للطاقة. كان ذلك الطفل نيكولا تسلا الذي ولد في العاشر من يوليو عام 1856 في منطقة سميلجان فيما يعرف اليوم بكرواتيا. نشأ في بيت متواضع، أبوه كان قسيساً في الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، وأمه امرأة ذكية تصنع الأدوات المنزلية بيدها رغم أنها لم تتلقى تعليماً نظامياً. من هذين الجانبين ورث تسلا الموهبة والخيال والانضباط، وهي الصفات التي ستشكل ملامح عبقريته المستقبلية. منذ صغره أظهر تسلا ميولاً خارقة نحو التفكير التحليلي والابتكار، فقد كان يبني نماذج صغيرة لأجهزة ميكانيكية معقدة ويحاول فهم الظواهر الطبيعية من حوله. كان يتحدث عن رؤى ذهنية يرى فيها الاختراعات في عقله قبل أن يصنعها، وهي القدرة التي وصفها لاحقاً بأنها هبة وعبء في آن واحد. خلال سنوات دراسته في كلية البوليتكنيك في غراتس بالنمسا بدأ اهتمامه بالكهرباء يتعمق. في تلك الفترة كانت الكهرباء علماً ناشئاً، والعالم لا يزال يتجادل حول كيفية ترويضها واستخدامها. أعجب تسلا بالمحركات الكهربائية التي تعمل بالتيار المستمر، لكنه لاحظ مشكلة جوهرية، فاقد كبير للطاقة وصعوبة في نقل الكهرباء لمسافات طويلة. هنا بدأت الفكرة التي ستغير العالم تتشكل في ذهنه، فكرة التيار المتناوب الذي يمكن عكس اتجاهه بصورة دورية ونقله بكفاءة عالية عبر الأسلاك. كانت فكرة راديكالية تخالف المفهوم السائد آنذاك الذي تبناه توماس إديسون وعدد من كبار العلماء. في عام 1882 وأثناء عمله في باريس مع شركة كونتيننتال إديسون، ابتكر تسلا نموذجاً أولياً لمحرك يعمل بالتيار المتناوب، لكن ما إن عرض فكرته على مدرائه حتى قوبلت بالرفض والسخرية، إذ كان معظم العلماء يعتبرون التيار المتناوب غير عملي وخطيراً. لم ييأس تسلا وهاجر بعد عامين إلى الولايات المتحدة، وهو لا يملك سوى حلمه ورسالة توصية كتبها له أحد رؤسائه السابقين تقول: أعرف رجلين عظيمين، أنت أحدهم والآخر هو إديسون. عندما وصل إلى نيويورك عام 1884 بدأت تسلا العمل في شركة توماس إديسون مباشرة. كان إديسون حينها أحد أعمدة الصناعة الأمريكية ورائد الكهرباء في العالم، لكن العلاقة بين الرجلين لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما ظهرت الفوارق الجوهرية في التفكير والمنهج. إديسون كان يعتمد على التجربة العملية المباشرة ويؤمن بأن النجاح يأتي عبر المحاولة والخطأ، أما تسلا فكان يخطط لكل شيء في ذهنه أولاً، يختبر الفكرة نظرياً ثم ينفذها بثقة ودقة متناهية. عندما عرض تسلا على إديسون نظامه للتيار المتناوب باعتباره الحل لمشكلات التوزيع الكهربائي، رفض إديسون الفكرة بشدة، مدافعاً عن نظامه للتيار المستمر الذي استثمر فيه ثروته وسمعته. انفجرت بينهما واحدة من أشهر النزاعات في تاريخ العلم، عرفت لاحقاً باسم حرب التيارات. ترك تسلا شركة إديسون ليبدأ رحلته المستقلة في مواجهة واحد من أقوى رجال الصناعة في عصره، مستعداً لأن يخاطر بكل شيء من أجل أفكاره. بعد خروجه من شركة إديسون، وجد نيكولا تسلا نفسه في مدينة نيويورك بلا مال ولا دعم، يحمل أفكاراً لا يؤمن بها أحد. عاش فترة من الفقر المدقع حتى اضطر إلى العمل في إصلاح الأسلاك الكهربائية ومشروعات بسيطة ليكسب قوت يومه. ومع ذلك لم يتخلى عن حلمه، كان يقضي الليالي في رسم التصاميم وتطوير أفكاره حول التيار المتناوب، مقتنعاً أن المستقبل لا يمكن أن يقوم على التيار المستمر الذي يستهلك الطاقة بسرعة ولا يمكن نقله لمسافات طويلة. في عام 1887 تمكن تسلا من بناء مختبر صغير بتمويل متواضع من بعض المستثمرين الذين أبهرهم بقدراته التقنية. في هذا المختبر طور أول محرك حثي يعمل بالتيار المتناوب، وهو الاختراع الذي سيغير الصناعة الكهربائية بأكملها. هذا المحرك
اعتمد على مبدأ المجال المغناطيسي الدوار، حيث تستخدم تيارات متناوبة متعددة الطور لتوليد حركة دورانية في المحرك دون الحاجة إلى توصيل ميكانيكي مباشر. كان هذا المفهوم ثورياً، إذ جعل الكهرباء وسيلة عملية لتشغيل الآلات الصناعية على نطاق واسع. بفضل هذا الابتكار بدأت أنظار رجال الأعمال تتجه نحوه. في عام 1888 تعرف تسلا على جورج ويستنغهاوس، رجل الصناعة الأمريكي ومؤسس شركة ويستنغهاوس إلكتريك. كان ويستنغهاوس يبحث عن نظام كهربائي ينافس إديسون، ورأى في اختراع تسلا فرصة عظيمة. عرض عليه شراء براءات اختراعه مقابل مبلغ مالي ضخم وعائدات مستقبلية عن كل حصة من التيار المتناوب تستخدم في الولايات المتحدة. وهكذا بدأ التحالف الذي غير تاريخ الطاقة. انطلقت بعدها حرب التيارات بكل قوتها، إذ تحولت المنافسة بين إديسون وويستنغهاوس إلى صراع تقني وإعلامي عنيف. استخدم إديسون نفوذه لتشويه سمعة التيار المتناوب، وادعى أنه خطر على حياة الناس، بل وصل الأمر إلى استخدامه في تجارب علنية لصعق الحيوانات لإثبات خطورته. ورغم هذه الحملات، واصل تسلا إثبات فعالية نظامه بالتجارب الدقيقة والعروض المبهرة التي كان يجريها أمام العلماء والجمهور. كان يشعل المصابيح دون أسلاك وينقل الطاقة عبر الهواء في عروض بدت حينها أقرب إلى السحر. في تلك الفترة أصبح اسم تسلا يتردد في الأوساط العلمية والصناعية، لا باعتباره مجرد مخترع، بل كرمز للتفكير المختلف والجرأة في مواجهة القوى الكبرى. كان يؤمن أن العلم يجب أن يخدم البشرية لا الشركات، وأن المعرفة يجب أن تكون متاحة للجميع. ومع فوز شركة ويستنغهاوس بعقد لتزويد معرض شيكاغو العالمي بالكهرباء عام 1893، تحقق الانتصار العملي الكبير لنظام تسلا. فقد أضاء المعرض بالكامل بواسطة التيار المتناوب، مبهراً العالم ومؤكداً أن هذا النظام هو مستقبل الكهرباء. هذا النجاح كان بداية الاعتراف الرسمي بعبقرية تسلا، فقد أصبح اسمه مرتبطاً بالثورة الكهربائية التي غيرت المدن والمصانع والمنازل، وبدأت الولايات المتحدة تدخل عصر الإضاءة الحديثة والطاقة الصناعية. بعد نجاح التيار المتناوب وتأكيد تفوقه العملي في معرض شيكاغو العالمي عام 1893، أصبح نيكولا تسلا أحد أشهر العلماء في أمريكا والعالم. بدأ الناس ينظرون إليه كعبقري غير تقليدي، تتجاوز أفكاره حدود ما هو مألوف. في تلك المرحلة قرر تسلا أن يتفرغ لمشروعه الأكبر، فهم طبيعة الطاقة نفسها وكيفية تخسيرها لتخدم البشرية دون قيود. كان مقتنعاً أن الكهرباء يمكن نقلها لاسلكياً، وأن الأرض والغلاف الجوي قادران على أن يكونا وسيطين طبيعيين لنقل الطاقة عبر مسافات شاسعة. في عام 1895 أسس تسلا مختبراً جديداً في شارع ساوث في نيويورك، وبدأ سلسلة من التجارب التي ستصبح لاحقاً من أكثر لحظات حياته شهرة وغموضاً. استخدم ملفات ضخمة ومولدات عالية التردد لإنتاج تيارات كهربائية قوية جداً، وتمكن من توليد شرارات كهربائية امتدت لأمتار في الهواء. خلال هذه التجارب لاحظ ظواهر غريبة تتعلق بالموجات الكهرومغناطيسية، وأدرك إمكانية استخدامها في الاتصالات اللاسلكية. كانت هذه الاكتشافات أساساً للتقنيات التي سيعرفها العالم لاحقاً بالراديو. في الوقت ذاته وقع حادث مروع أدى إلى تدمير مختبره بالكامل إثر حريق هائل شب في المبنى، فأتى على جميع أجهزته وأبحاثه. كان ذلك في مارس عام 1895، وشكل صدمة قاسية له، إذ فقد سنوات طويلة من العمل المتواصل. ومع ذلك لم ينهار، بل اعتبر الحادث دافعاً لإعادة البناء من جديد. وبعد أشهر قليلة أعاد تأسيس مختبره وبدأ تجاربه على موجات الراديو، مسجلاً براءات اختراع حول نقل الإشارات اللاسلكية قبل أن يظهر الإيطالي غوليلمو ماركوني على الساحة. كان تسلا يرى أن المستقبل سيكون للعالم اللاسلكي، ليس فقط في الاتصالات بل في الطاقة أيضاً.
ومن أجل إثبات فكرته بدأ عام 1899 تجاربه في مدينة كولورادو سبرينغز، حيث أنشأ مختبراً ضخماً مزوداً بملفات ضخمة وبرق صناعي. هناك أجرى تجاربه الأكثر جرأة، إذ أرسل شرارات بارتفاع عشرات الأمتار ونجح في إضاءة مصابيح من مسافة بعيدة دون أي أسلاك. كان مقتنعاً أنه يمكن نقل الطاقة عبر الهواء إلى أي مكان في العالم، وأن المحطات الأرضية يمكنها توليد الكهرباء وتوزيعها كالأثير، غير أن أفكاره لم تلقى الحماس نفسه في عالم المال والأعمال، فالمستثمرون كانوا يبحثون عن مشروعات تحقق الربح السريع، بينما كانت رؤية تسلا مثالية تتجاوز المفهوم التجاري للطاقة. رغم ذلك، وجد داعماً في المصرفي الشهير جون بيربونت مورغان، الذي مول له مشروعاً طموحاً لبناء برج ضخم في شاطئ لونغ آيلاند، سمي لاحقاً برج واردن كليف. كان الهدف من هذا البرج هو نقل الطاقة والمعلومات لاسلكياً إلى جميع أنحاء العالم، لكن المشروع سرعان ما واجه عقبات مالية وتقنية. في أثناء ذلك، كان ماركوني يحرز تقدماً في تطوير الراديو، مستفيداً من أفكار تسلا المنشورة، وأرسل أول إشارة لاسلكية عبر المحيط الأطلسي عام 1901. شعر تسلا بالخذلان، إذ رأى كيف استخدمت نظرياته من دون اعتراف، بينما ذهبت الشهرة إلى غيره. ومع توقف تمويل مورغان لمشروع البرج، بدأت أحلام تسلا العملاقة تتهاوى واحدة تلو الأخرى. ومع ذلك، لم يتخلى عن يقينه بأن المستقبل سيعود يوماً إلى أفكاره. مع بداية القرن العشرين، كانت مكانة نيكولا تسلا قد بدأت تتراجع، رغم أن إنجازاته السابقة أصبحت حجر الأساس للعصر الكهربائي الحديث. توقفت مشاريعه الكبرى بسبب نقص التمويل، وتحول اهتمام الرأسماليين إلى مجالات أكثر ربحاً كالاتصالات والراديو، تاركين تسلا يواجه عالم المال والسياسة وحده. ومع انهيار مشروع برج واردن كليف، فقد تسلا معظم ثروته، واضطر إلى إغلاق مختبره وتسريح العاملين معه. لم يعد المجتمع الصناعي يرى فيه المهندس العملي الذي يصنع الأرباح، بل العالم الحالم الذي يطارد أفكاراً تفوق زمنه. ورغم الضائقة المالية التي عاشها، لم يتوقف تسلا عن البحث والتجريب، واصل نشر مقالات ومحاضرات علمية تدهش الحاضرين. كان يتحدث فيها عن طاقة الأرض ونقل الإشارات عبر الكواكب، وعن آلات قادرة على استغلال الطاقة الكونية من الفضاء. كثيرون اعتبروا تلك الأفكار ضرباً من الجنون، بينما أدرك القليلون أنه يتحدث عن مبادئ ستصبح يوماً ما واقعية في عالم الاتصالات والطاقة. كان يرى في العلم رسالة سامية تتجاوز حدود الربح، وكان يقول إن التقدم الحقيقي يقاس بمدى قدرة الإنسان على جعل الطاقة متاحة للجميع. في تلك السنوات عاش تسلا حياة شبه انعزالية، انتقل بين الفنادق في نيويورك، يعيش في غرف صغيرة يدفع إيجارها أحياناً بالأوراق التي تحتوي على معادلاته ومخططاته. ورغم ذلك، ظل موضع اهتمام الصحافة التي كانت تلاحقه كلما تحدث عن اكتشاف جديد. في إحدى مقابلاته تحدث عن شعاع الموت، وهو سلاح يعتمد على الطاقة الموجهة قادر على تدمير الأساطيل والجيوش، واعتبره وسيلة لتحقيق السلام من خلال الردع. انتشرت قصصه في الصحف، بعضها يضخم أفكاره حتى بدت كأنها أساطير علمية. كانت تلك المرحلة انعكاساً لصراع داخلي بين العبقرية والعزلة، فبينما أصبح اسم إديسون رمزاً للنجاح التجاري، كانت تسلا يغرق في النسيان، رغم أن العالم الذي بناه كان يستند إلى أفكاره. ومع ذلك، لم يفقد احترام المجتمع العلمي بشكل كامل، فقد نال في عام 1917 ميدالية إديسون من المعهد الأمريكي للمهندسين الكهربائيين في لفتة رمزية اعتبرت تكريماً متأخراً. تلقى الجائزة بابتسامة هادئة، وكأنها إقرار ضمني بأن التاريخ بدأ يعيد الاعتبار له. خلال العقدين التاليين شهد العالم تحولات كبرى، الحرب العالمية الأولى، صعود التكنولوجيا العسكرية، وبدايات الثورة الصناعية الثانية. كانت اختراعات تسلا تستخدم في المحركات والمولدات وأنظمة الإضاءة حول العالم، بينما يعيش هو في عزلة تامة، يطعم الحمام في شوارع نيويورك، ويكتب ملاحظاته عن مستقبل الطاقة. كان يؤمن أن يوماً سيأتي تبنى فيه شبكة عالمية لتبادل المعلومات والطاقة،
وأن البشر سيتواصلون عبر أجهزة صغيرة تحمل في راحة اليد. كانت رؤيته أقرب إلى الخيال العلمي في زمنه، لكنها اليوم جزء من واقعنا اليومي. ومع تقدمه في العمر بدنت صحته تضعف، وتناقص عدد أصدقائه والمقربين منه، ومع ذلك بقي ذهنه صافياً حتى آخر أيامه. لم يفقد إيمانه بأن الأفكار العظيمة لا تموت، وأن ما زرعه من معرفة سيؤتي ثماره حين يكون العالم مستعداً لاستقبالها. في تلك اللحظات الصامتة من حياته، كان نيكولا تسلا يرى المستقبل بعين الباحث الذي لم يندم. في شتاء عام 1943، كان نيكولا تسلا يعيش وحيداً في غرفة متواضعة بالطابق 33 من فندق نيويوركر في مدينة نيويورك. تجاوز 86 من عمره، ضعفت صحته، ولم يبقى له سوى طيور الحمام التي كان يطعمها يومياً ويحادثها كما لو كانت رفاق دربه الأخيرين. في تلك الغرفة التي كانت تضج يوماً بأوراقه ومعادلاته، أسلم تسلا روحه بهدوء دون أن يلحظه أحد. عندما اكتشف رحيله بعد يومين، وجدت بجواره ملاحظات ورسومات لأجهزة غامضة وبعض المعادلات التي لم تفكر رموزها حتى اليوم. رحل الرجل الذي حلم بتوصيل الطاقة إلى العالم مجاناً، تاركاً وراءه إرثاً هائلاً من الأفكار التي سبقت عصرها بعقود. بعد وفاته تدخلت الحكومة الأمريكية وصادرت أوراقه ووثائقه بحجة احتوائها على أفكار حساسة تتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والطاقة الموجهة. أثار ذلك غموضاً حول طبيعة أبحاثه الأخيرة، وزاد من الأسطورة التي أحاطت بشخصيته. بينما كان العالم يعيش في خضم الحرب العالمية الثانية، لم يلتفت الكثيرون إلى نبأ رحيل أحد أعظم العقول التي أنجبتها البشرية. لم تقم له جنازة رسمية في البداية، لكن بعد أسابيع بدأ الاعتراف المتأخر يتجلى، إذ ألقى العلماء والخبراء كلمات التأبين التي أكدت أن أفكارها كانت الأساس لكل ما وصلت إليه البشرية في مجال الكهرباء والطاقة. مع مرور السنوات تحول اسم تسلا إلى رمز لعبقرية غير المفهومة، وللعالم الذي عاش فقيراً رغم أنه أضاء العالم. أعيد اكتشافه في منتصف القرن العشرين، حين بدأت الجامعات والشركات الصناعية تدرك أن براءات اختراعه كانت الأساس في تصميم المحركات الكهربائية الحديثة وأنظمة التيار المتناوب والراديو والموجات اللاسلكية. في عام 1960 قررت المنظمة الدولية للمقاييس إطلاق اسمه على وحدة قياس شدة المجال المغناطيسي التسلا، تخليداً لإرثه العلمي. تسلا لم يكن مجرد مخترع، بل كان فيلسوفاً في فهمه للطبيعة. كان يرى أن الكون شبكة من الطاقات المتصلة، وأن الإنسان يستطيع يوماً أن يستمد من الأرض والهواء كل ما يحتاجه دون أن يستهلك مواردها. هذه الرؤية التي بدت غريبة في زمنه أصبحت اليوم جوهر النقاش حول الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لقد آمن بأن التقدم لا قيمة له ما لم يخدم الإنسانية، وقال ذات مرة: لن يكون التقدم الحقيقي إلا عندما تستخدم الكهرباء في خدمة السلام والعدالة. في نهاية المطاف انتصر الزمن لتسلا، لا في حياته بل بعد موته، فكل محطة توليد كهربائي وكل شبكة نقل طاقة وكل جهاز لاسلكي يحمل بصمته بطريقة أو بأخرى. تحول من عالم منسي إلى رمز عالمي للابتكار، وارتبط اسمه في الذاكرة البشرية كأحد العقول التي أعادت تعريف العلاقة بين الإنسان والطاقة. اليوم حين يذكر اسمه لا يستحضر فقط الرجل ذو الشعر الأشيب والعينان اللامعتين، بل يستحضر إرث كامل من الإلهام والإصرار والإيمان بالعلم. ربما لم يرى تسلا العالم الذي حلم به، ولم يجني ثمار اختراعاته، لكنه غير مجرى التاريخ. لقد عاش غريباً ومات وحيداً، لكن نوره ظل مشتعلاً في كل مصباح أضاء شارعاً، وفي كل تيار كهربائي يسري في مدن العالم. إن قصة نيكولا تسلا ليست فقط سيرة رجل، بل حكاية الإنسان الذي أراد أن يمنح الضوء لكل بيت على الأرض، فصار هو نفسه النور الذي لا ينطفئ.